الخير، برحب بكل مشاهدينا مره تانية واهلا بحضراتكم في طعم البيوت. وبنبتدي معاكم فقراتنا، والحقيقه النهارده هيكون عندنا فقرتين. الفقره الاولى هنتكلم من خلالها عن الاتزان النفسي، ازاي الواحد يكون متزن نفسيا، ازاي الواحد يقدر ان هو يتقبل صدمات الحياه، يعني مش هقول بصدر رحب ولكن الى حد ما برضا وبقوه، لانه القوه دي هي اللي بتحمينا من ان احنا يعني يحصل لنا مشاكل نفسيه ونتمادى في هذه المشاكل وقد نصل الى احتياج لدعم نفسي. هنتكلم ازاي نواجه هذه الصدمات. كمان فقرتنا الثانيه ان شاء الله هنتكلم من خلالها عن احدث خطوط الموضه في مكياج 2024. هتكون معانا متخصصه تقدم لنا مجموعه من النصائح المفيده لكل البنات ولكل السيدات. خلينا ناخد فاصل ونرجع بعد الفاصل عشان نبتدي مع حضراتكم اولى فقراتنا في طعم البيوت. كلنا بنتمنى ان احنا يعني نمر في حياتنا بسلام كده، يكون في نوع من انواع الهدوء، واكيد مفيش حد يعني بيخلو او بتخلو حياته من المشاكل. كلنا بنتعرض لمشاكل، كلنا بنتحط تحت ضغوط نفسيه وعصبيه، بنمر بحاجات كتيره صعبه، مواقف كتيره بنبقى مش عارفين نتحملها او مش قادرين نتحملها، بس في اللي بيعدي وفي اللي مش بيعدي، اللي بيبقى بيوصل لمرحله انه بيستسلم ليأسه لإحباطاته لمشاكله النفسية، وبالتالي يصل لمرحلة أنه يحتاج لدعم نفسي. طب إحنا إزاي نمر يعني بسلام من خلال هذه المشاكل اللي بتحيط بينا في كل حتة وفي كل مجال وفي كل حياتنا، لأنه ده طبيعة الحياة. الحقيقة يا ربنا قال خلقنا الإنسان في كبد. إزاي نمر بسلام؟ تعالوا نعرف من خلال ضيفتنا دكتورة أميرة شاهين، صحة نفسية واستشاري علاقات أسرية. إزيك يا دكتور؟ أهلا بيكي، كل عام وانتي بخير. وانتي طيبه يا رب، وان شاء الله تبقى سنه سعيده عليكي وعلى كل حبايبك. يا رب علينا كلنا ان شاء الله. خليني ابتدي بس معاكي في الاول ونفهم يعني ايه المقصود بكلمه التوازن النفسي او الاتزان النفسي. اتزان النفس ده يعني كل حاجه بتحصل في حياتي انا اعرف اتعامل معاها كلها بطريقه ما تسببليش مشاكل. تمام، بابسط كلمه خالص. حلو. ده بيحسسني بايه؟ إحساس بالسعادة وبالرضا، أو زي ما بنسميها النفس المطمئنة. تمام، حلو قوي. طب يعني الموضوع ده بيبقى في تركيبتي الشخصية ولا ده شيء أنا بكتسبه من الحياة، يعني بقدر أقوي نفسي ولا أنا تركيبتي الشخصية كده قادرة أن أنا أتحمل الصدمات وفي ناس تانية مش قادرة؟ لا، هو الاثنين. ما اقدرش اقول واحده وواحده لا. يعني احنا مخلوقين علشان نتكيف مع اللي بيحصل حوالينا. تمام. بس وانا بكبر او شخصيتي بتتكون بواجه حاجات انا ما كنتش مستعده لها. قابليه ان انا اتكيف او اتوازن بتخليني اقدر اتقبل الحاجه الجديده دي، سواء كانت بقى خناقه، مشكله، ظروف الشغل، حروب، صدمات، صراعات، غلاء، ايا كان اللي موجود، اني اقدر اتقبله واتعامل معاه بطريقه تسبب لي راحه او احساس بالراحه والتوازن. احيانا الناس تقول لك ايه ده بياخد كل حاجه على اعصابه، يعني مصنفين الناس كده. أيوة. انه الشخص ده بياخد كل حاجه على اعصابه، وفي المقابل انه الناس دي انا مش عايزه اقول انه بيتقال مثلا ده بارد قوي، يعني بياخد كل حاجه ثلاجه كده، يعني عارفه اسماعيل ياسين بيقول له خليك بارد، ففي ناس أيوة. يعني يتقال عليها كده انه ده بارد، شخصيه بارده. أيوة. هو لا كده ولا كده، اكيد لا كده ولا كده، لانه دايما اللي بيجري على الاطراف بيبقى فيها درجه من الخلل. يعني الشخص العصبي قوي ده بيبقى عرضه لتوترات نفسيه كتيره جدا جدا، ونسبه التوازن عنده بتبقى قليله قوي، ما بيلحقش يطلع من كبوه ويقع في كبوه اخرى. الشخص البارد بيبقى اخطر، لانه بيبقى حاجتين، يا بيبقى عصبي جدا بس بيسميه عصبي سلبي او باسيف اجريسيف، انه داخليا بيفرقع جواه، او انه شخص حالم، هو شايف الدنيا بشكل حالم، وده بيبقى ليه خطوره كبيره قوي لما بيتصادم مع الواقع ومع الاحداث المتلاحقه والظروف اللي تحصل في الحياه والضغوط بتاعتها، فده بيتعرض لصدمات نفسيه شديده، وبيبقى ابعد ما يكون عن التوازن. لكن في اللي هو بيسموها نفس المطمئنه او الحكمه. يعني بنلاقي في ناس كده تبان انها بارده او هاديه، لكن هي مش بارده، هي راضيه، هي تاقلمت وفهمت. أيوه. وبقى عندها مهارات ازاي انها تتعامل. حلو. مع المشاكل اللي موجوده. فالدرجة الرضا اللي عندها دي بتبان كأنها باردة، اللي هي بقى نقول الصابرين، يعني الصابرين. الصبر يعني ده شيء جميل جدا عند ربنا، في رضا وتقبل، وان هي عارفة تتعامل مع اللي موجود ايا كان بقى اللي موجود في حياتها. يعني الصبر هنا لازم يقترن بالرضا. اكيد. عشان ابقى اقدر اتحمل واصبر يبقى لازم اكون راضية باللي حصل. يعني
فكره الرضا دي فكره خداعه. في بعض الناس بيشوفوها انه اتحمل ضغوط شديده هي ممكن تتحل، او اني اعبر عنها بغضب او بزعل. ففكره الصبر اني بطلع مشاعري وبتحمل الضغوط اللي بقابلها لما بقابل مشكلة جديدة، وبعدين بفهم المشكلة وطريقة حلها فبصبر عليها وبرضى. لكن لو ما مرتش بالمراحل دي بتبقى الرضا هنا أو الصبر هنا زي القنبلة الموقوتة. أيوة إنه صح. بعد شوية صبر 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 بعدين الفجر مروح. ودي برضو بتبقى حاجة بتعوق التوازن النفسي. طب أنا عايزة بس نوقف عند جزئية مهمة جدا، فكرة إنه في ناس بتتخيل إنه في ناس عايشة ما عندهاش اي مشاكل في الحياه. يعني في ناس بتقول كده، الناس دي ما عندهاش مشاكل في الحياه وحياتهم كلها زي الفل. عايزين نقف عند الجزئيه دي، انه مش لازم الواحد عشان يعني يبان قدام الناس ان هو عنده مشاكل يبين مشاكله. يعني في ناس ممكن تكون عندها مشاكل افظع من ناس تانية كتير قوي بس مش مبينه، او مش لازم ان احنا، او انت قولي لي هل من الناحيه النفسيه لازم ان احنا نطلع الحاجات دي؟ لانه احيانا بنصدر طاقات سلبيه لما واحد يفضل يتكلم عن مشاكله ومشاكله، بيصدر طاقات سلبيه للآخرين. لا يعني هو حضرتك كده بنتكلم عن حاجتين مختلفين تماما، انه مفيش حد ما بيعبرش عن مشاكله، بس السؤال هنا انا بعبر ازاي ولمين؟ يعني انا ممكن اعبر باني اصلي، اعبر باني اخرج، اعبر باني اعمل رياضه، اعبر ان اشتكي للناس القريبه. أيوة. اعبر مع الناس اللي مرتبطه معايا بالمشكله. يعني دي نقطه مهمه للاتزان النفسي، ان انا اطلع لجوايا بس مش معناه اني اطلع لجوايا لكل خلق الله. ده بيبقى درجه من الخلل، او بدي طاقه سلبيه ان طول الوقت عماله اشتكي عماله اشتكي، الدنيا زحمه، الدنيا غاليه، عندي مشاكل، مش عارفه ايه اللي حصل. فده مش تعبير، ده بيسموه زي انفجار، انه الشخص انفجر وبقى بيتداعى المشكله شويه شويه شويه، فبقت بتاثر سلبي على كل الناس. فما فيش حد ما عندوش ضغوط، بس شكل الضغوط وحجمها بالنسبه لي غير بالنسبه لحضرتك. طريقه تعبيري عنها غير حضرتك، الناس اللي بعبر معاها غير اللي حضرتك بتشوفيه. يعني مش معنى ان انا خارجه بضحك او بتكلم مع الناس انه في ما فيش جوايا حاجه، بس ممكن دي تبقى طريقه. النقطه الثانيه اللي كنت بتكلم فيها انه الناس بتتخيل انه في الناس ما عندهاش كل الناس عندها مشاكل، بس بتتفاوت بقى طريقه تعبيرهم عن هذه المشاكل او اظهارها. في تريكه صغيره كده لحضرتك بتقوليه، انه ساعات من الوسيله اني اوصل للتوازن النفسي اني انفصل عن مشاكلي. يعني مثلا انا دلوقتي معزوم على فرح او على حفله او راح اشوف اولادي بتكلم على امتحانات او ان كان، بس انا عندي مشكله كبيره جدا ومش عارفه حلها وعامله لي ضغط رهيب. كل ما بركز عليها كل ما انا ما بعرفش اوصل لحلها. فساعات لما بفصل، مثلا رحت الفرح وانبسطت او ضحكت، او رحت الحفله وانبسطت، او رحت قمت برحله وانبسطت، او شفت ابني واطمنا على الامتحان والدنيا مشيت كويس. الفصله دي بتخليني ارتاح ذهنيا، فلما ارجع افكر في المشكله اشوفها بطريقه واقعية بطريقة متوازنة. فأعرف أتعامل معها بطريقة متوازنة، لأنه المشكلة اللي بتضايقني مشاعري المرتبطة بالضغط اللي حصلي. فطول ما أنا مشاعري نشيطة بتضغط عليا من قلق أو توتر أو خوف أو زعل، ده بيخليني بشوف المشكلة متضخمة. ما بقلقهاش حل. فكتير من الناس اللي بنشوف عندها مصايب كتير لكن تلاقيها قاعدة كده مستكينة ورزينة وبتضحك وبتهزر، بيبقى دي طريقة من طرق الحل. إن أنا بدي لكل حاجة المقال بتاعها أو المجال بتاعها. إن أنا دلوقتي فرح فأنا فرح، لما هرجع هشوف المشكلة. صدقيني ده زي ما بيقولوا كده الحل السحري اللي بيساعد الشخص انه يتفهم ويقبل ويتعامل مع حاجات يعني كتير قوي. يعني زي ما بيقعدوا يقولوا مثلا، او بنلوم على الرجاله بالذات لما بترجع من شغلها وهي جايبه هموم الشغل معاها، بالذات الرجاله يعني. فيقعد يقول لك ارموا هموم الشغل بره البيت وخش البيت غير مودك. يعني دي بتبقى فرصه انه يغير موده. يعني دي قنبله موقوته. ان ترجعي بالمشاكل دي قنبله موقوته، لانه بنحتاج كل يوم اجازه. أيوه. الاجازه دي عباره عن ايه؟ انه بفصل، انا خرجت من باب الشغل، مشاكل الشغل مش هتخلص، الستريس بتاعه مش هتخلص، طالما مفيش حاجه طارئه، فانا بخرج افصل وبخش في مجال تاني اللي هو بيتي او عيلتي او اصحابي، ده بيعمل لي فصله. فلما بروح تاني يوم بشوف الستريس او المشكله اللي كانت عندي في الشغل ابتديت اتعاملها بطريقه اهدى. طب في فرق بين الرجاله فعلا والستات في الموضوع ده؟ يعني في حد فيهم بيقدر يفصل اكتر من التاني، ولا تحمل الستات اكتر؟ يعني شوفي انا يعني انا ضد حكايه الفرق بين الراجل والست. ربنا لما خلق الراجل والست هو خلقهم
بنفس الاتجاه بنفس الصفات، لكن كل واحد بيختلف في طريقة تعبيره. يعني مثلا الست بتنضغط بانها ممكن تشتكي، انها ممكن تعبر، انها ممكن تبكي. الراجل اجتماعيا بيقول له انه ده ما ينفعش، فهو بيعبر مثلا بالرياضه، بانه مثلا بيزعق، بانه بيخرج اكتر، بانه بيقعد يتكلم مع صاحبه مثلا او زوجته مثلا. لكن الاثنين بيتعرضوا للضغط، بيتعرضوا للمشاكل. لكن في فرق بين شخص وشخص، يعني في شخص درجه تحمله اعلى من شخص تاني. فمثلا شخص اول ما تعرضيه لضغط بسيط ينفجر. شخص ممكن تعرضيه لدرجة أكبر فيتحمل أو ينفجر بعد فترة أطول. بنشوفها وخاصة دلوقتي في طريقة الحياة المختلفة، مخليتش أن الست ليها ستايل معين والراجل ليه ستايل معين، فبقينا بنشوفها في الاثنين. طيب كتير قوي من الأمراض دلوقتي بتشخص، يعني وهي أمراض عضوية، لكن نلاقي الدكتور أول كلمة يقول إيه؟ عندك ضغط نفسي وعصبي، هو اللي مسبب لك مثلا مشاكل في القولون، هو اللي عامل لك ضربات قلب سريعه، هو اللي معلي لك الضغط. طب كل حاجه ليها علاقه بالعمليه النفسيه. هو ربنا قال حاجه بسيطه، ان احنا جسم ونفس حته واحده، لما الجزء بيتعب الباقي يعني بيتعاون او بيشتغل نتيجه التعب ده. فلما نفسي بتتعب، مش لازم تعب مرض نفسي، لكن ضغوط كتيرة أنا مش عارف حلها عشان أتوازن. فيبتدي جسمي يعبر نيابة عني. كلنا فينا حتة ضعيفة في جسمنا، فمثلا في ناس الحتة الضعيفة عندها الضغط، فتلاقي فجأة ضغطها يالا وتروح للدكتور يقيس، يلاقيه توازن أو بينزل بسرعة. يعني مفيش خلل وظيفي. يروح مثلا بيشتكي من المعدة، عندي حموضة، عندي ارتجاع، نعمل تحاليل ونعمل مش عارفة إيه، يرجع تاني الدنيا تمام، ما فيش مشكله. عندي قولوني المنتج دلوقتي اللي هو القولون العصبي او القرحه العصبيه او السكر العصبي او ايا كان، فده لانه عندي ضغوط كتيره انا بركزها معاها مش قادره انفصل عنها، فجسمي بيصرخ نيابه عني. صح. فاروح للدكتور اكشف، يقول لي نفسي، لان هو مش شايف خلل وظيفي او عضوي عشان يقدر يعالجه. ده هو بيبقى خلل كده مؤقت نتيجة الستريس اللي فيه. يعني المرض بيبقى عرض مش مرض. أيوه، هو بيبقى عرض مش مرض. عشان كده بقى دلوقتي بنسمعها كتير قوي. عندك سكر عصبي، ضغط عصبي، مش عارفة معدة عصبية، قولون عصبي، حاجات كتيرة جدا جدا. طب يعني في نصيحة هنا ممكن تساعدينا نعمل إيه؟ إنه أساعد نفسي بإني أعبر عن الحاجة اللي ضغطاني وما أخافش منها. يعني افهمها الاول. يعني دي نقطه كمان احنا قلناها كده، بس انا عايزه اركز عليها، لانه فعلا برضو كتير من الاطباء يقولوا ما تكتموش في نفسكم، يعني طلعوا مشاعركم. ده حقيقي، دي نقطه مهمه قوي. يعني مثلا عندي يعني كثير من السيدات مثلا اللي هو ايه، زوجي ضايقني، الاولاد ضايقوني، بس انا ايه مش هتكلم عشان ما اعملش مشكله. فانا بقول لها طب تعالي نعمل اتفاق، اتكلمي على قد المشكله بس، وقولي لي النتيجه كانت ايه. بتبقى النتيجه رائعه. هي لما بتتكلم على قد المشكله اللي حصلت امبارح. لا بس ده لو الطرف اللي قدامها بياخد ويدي بقى بهدوء، لكن بياخد ويدي فعلا الواحد يتكلم. صدقيني بياخد ويدي، لاني انا بعمل ايه، انا لما براكم 10 وجسمي يبتدي يصوت، انا بطلع ضغط العشرة. فبدل ما بيبقى اللي قدامي بيحتويني بيبتدي يدافع عن نفسه ويهاجم. هنا اتقلبت لمشكله، فحرم بعديها ان انا اعبر عن الضغوط اللي جوايا. لكن لما اتكلم جزئيه جزئيه، انا بتكلم على اللي حصل موقف موقف بضغط على قد الضغط اللي موجود، فاللي قدامي ما بيبقاش عنده قابليه للهجوم كتيره. فبياخد ويدي معايا حتى لو ما تفهمهاش. يعني هقولك في ناس بتبقى عصبيه جدا وما بتتفهمش. بس انا كسبت ان النار اللي جوايا دي او الضغط اللي جوايا اللي بتخلي جسمي يصرخ طلعت فنهدت. تمام. طيب انا عايزه بقى نتكلم شويه عن الناس اللي للاسف الشديد ما بيقدروش يتحملوا صدمات الحياه، وبنشوف الصغيرين، يعني بنشوف شباب في عز شبابهم بيحصل لهم مشاكل نفسية، بيحتاجوا لدعم نفسي، بيحتاجوا لعلاج نفسي، والموضوع ده بقى بنشوفه كتير دلوقتي. حضرتك جيتي على الوجع الشديد للأسف، حاجة توجع حقيقي فعلا جدا. يعني دلوقتي بقينا بنشوف
أطفال أو شباب صغيرين في حاجات كانت المفروض مصنفة إن هي نادرة. معلش يا دكتور، أكد لنا هنا على فكرة إنه اللي عنده مرض نفسي مش معنى كده إنه عنده مرض عقلي، يعني في فرق. لا، المرض النفسي حاجة مجنون. لا، في فرق بين لا قدر الله حد جن، يعني حصل له جنان، أو حد عنده مرض نفسي، وده بيحصل كتير. شوفي، الجنان في حد ذاته هو مخيف أعراضه، لكن هو علاجه أسهل ما يكون، لأن هو خلل في الطريقة اللي بيشتغل كيمياء المخ ببساطة جدا. فأنا بدي أدوية بتتظبط، بيرجع الشخص طول ما هو متسيطر بالأدوية بيرجع فانكشنال عادي جدا جدا. لكن الاضطراب النفسي والضغوط بتاعت الحياة ومهارات الشخصية بتاعت التعامل دي صعبة جدا، وخاصة دي أصعب. دي أصعب لان انت بتتعاملي مع الواقع ومع المهارات اللي انا اتربيت عليها. واعتقد كمان جزئيه الصعوبه هنا انه المريض نفسه مش بيعترف انه مريض، مش كده ولا ايه؟ يعني ده جزء من العلاج. لا، العلاج العقلي هو للشخص فيه بيبقى مضطرب ما بيعترفش انه مريض، لكن المريض النفسي هو عارف انه مريض وعارف انه تحت ضغط، بس المشكله انه انا مش عارف حق الهدف اللي انا عايزه، مش عارف اتاقلم مع الضغوط الحياتية اللي موجودة، لأن يا إما هي ضغوط كبيرة جدا أو أنا شخصيتي زي ما حضرتك ذكرتي بقت ضعيفة قوي أو ما تنمتش بطريقة قوية تخليني أعرف أتعامل معها. طب خطورة الناس اللي بتاخد مهدئات من نفسها، يعني من غير ما تلجأ لدكتور وهو اللي يحدد العلاج وطبيعة المهدئ اللي بياخده أو الوقت يعني وإمتى يوقف، خطورتها إيه؟ لا طبعا لو أخدها لوحدها ممكن يبقى ليها خطورة، خاصة أن بيبقى ليها ساعات سايد إفكت. وبعدين لما بتعرض لضغوط نفسية أنا ببقى محتاجة حلين، دواء أو مهدئ لو محتاجة، والحاجة التانية أن أنا أعرف إزاي أتعامل مع المشكلة، لأني أنا خدت المهدئ فصلت شوية بس بعد شوية أنا مازلت بواجه نفس المشكلة. فإحنا أولادنا للأسف محتاجين اهتمام أكتر، أن الحياة الواقع غير الإنترنت. الإنترنت بيخلي كل حاجة سهلة، كل حاجة بتحل بسرعة. ده بيخلي مفيش مهارات تعمل مناعة نفسية عشان أعرف أتعامل مع الضغوط. والإصابة في الصغر دي هتكمل ولا لو لحقنا الطفل وهو صغير ممكن نعمل؟ لو لحقتي وهو صغير تبقى يعني أنقذتي عمره كله، لكن لما بنكبر بيبقى يعني في بعض الصفات صعب ان احنا نشتغل عليها، بنحاول ان احنا نأقلمها شوية. لكن لما بشتغل كل ما يبقى في حاجة مبكرة بشتغل عليها، زي الأب والأم اكتشفوا ان الابن مثلا عصبي بتوتر بسهولة، ما بيعرفش يتعامل، ما بيعرفش يواجه ايا كان، لما بيدعموه هو صغير بيكبر عن درجة من التوازن ويبقى فاهم ان الحياة فيها صعوبة وهعرف احل. طيب انا اخر سؤال بقى هسأله هنا في الجزئية دي، انه الصح اللي بيبقى عنده ضغط نفسي وعصبي ده سواء صغير سواء كبير هو اكتر حد بيأذيه هو نفسه، بس المحيطين بيه برضه بيتأذوا، فالنصيحة هنا بقى للمحيطين يعملوا ايه عشان ما يتأذوش ويبقوا في نفس الوقت في توازن برضه في العلاقة بينهم وبين الشخص ده؟ اول حاجة فرق ما بيني وما بين اللي عنده مشكلة، اني انا يعني دعمي ليه مش معناه ان انا صاحبة المشكلة. فهو عنده مشكلة بس انا بدعمه، لكن مش انا صاحبة المشكلة فما اعرفش ما اقعدش افكر فيها 24 ساعة. لما بعرف ان الشخص عنده ضغط ما ابتديش الومه والزمه بحلول او حاجات يعملها هو مش قدها. ساعات بيبقى كل اللي محتاجه ان الناس يتقبلوه ويسمعوا من غير ما يستعجلوا الحلول. هو ده بيطمنه فبيساعده انه يشوف الضغط ويتعامل معاه، وخاصة لو الطرف التاني ساعده انه يفكر فيه ازاي فيوصل لحل. تمام، يعني ربنا يعفو عن الجميع يا رب. انا بشكرك جدا يا دكتور على المعلومات دي، وان شاء الله كل الناس تقدر ان هي توصل للتوازن النفسي ده. ان شاء الله ان شاء الله. بشكر ضيفتنا دكتورة أميرة شاهين، صحة نفسية واستشارية علاقات أسرية. خلونا ناخد فاصل، هنشوف من خلاله تقرير لطيف جدا عن الاكسسوارات المنزلية، يعني ازاي نعمل ديكورات في المنزل باستخدام الاكسسوارات البسيطة. وهنرجع بقى عشان نخش برضو لحاجة فنية ثانية وهي الموضة الخاصة بمكياج 2024. خليكم معنا.